المهم يعني لما تتقرس يعني ما تقولش اي لا باشا ما تقلقش عليا خد بالك انا جبان اصلا الضرع عشان تشوف موضوع مختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم من الفضاء الخارجي مع باشمهندس ابراهيم. باشمهندس ابراهيم يا جماعة صاحب مناحل اورجانيك، صاحب مناحل اورجانيك. احنا قاعدين في وسط النحل زي ما انتم شايفين، والموضوع اقسم بالله مرعب مرعب، بس كله يهون. انا حاسس ان في نحلة دخلت جوه. لا ما تخافش. اكيد النبي يا عم الله يسترك. النحل كله بره. النحل بره اكيد. مش عارف انا متزاول اقسم. بص عمال بز في عيني والموضوع مرعب اقسم بالله. ومحمد عادل ضيع السفنجه بتاعت المايك، فمش عارف حاطط لنا، تحس ان هو جايب سندوتش طعميه وحاطه على الميكروفون. تشكرين يا محمد عادل، تشكرين تحت امرك يا باشا. هنا في البيت عندك؟ ده المنحل الصغير اللي عامله في البيت عندي. ده نموذج مصغر. ده مصغر يعني. نموذج مصغر للمنحل. تمام. بس انت عندك مزرعه؟ عندنا اهو مزارع، عندنا في طريق مصر اسكندريه وعندنا في الفيوم. ما شاء الله ربنا يزيدكم يا رب. الموضوع مرعب بزياده. لا انت ما تخافش خالص. كان في مسلسل رمضان اللي فات واحد قتل واحد بالنحل. لا بس هي يعني انت عشان توصل ان انت تموت للنحل لازم النحل ده كله يقرصك، وصعب النحل ده كله يقرصك. طب يعني اللي حصل ده حبكه دراميه مش حقيقيه؟ يلا انا معاك. دلوقتي هنطلع عسل من قلب الخليه وانت اللي هتاكله. عسل من قلب الخليه هاكله لما اخرج من هنا؟ مش هقلق. هقلعك واكلك. لا مش هقلق هنا اقسم. لازم تقلع. بس عايز اعرف ايه اللي بتعمله هنا في الدوره ولا ايه؟ لا ده احنا بندخن للنحل عشان النحل يفتكر ان في حريقه فيجري على العسل عشان يبتدي ياكل عشان ما يبداش ياذينا. بس لا ثواني بقى عشان ما يفتكرناش حراميه عشان يعني هو ممكن ياذينا. انت دلوقتي الدخنه دي علشان يفتكر ان في حريقه فيهدى ويجري ياكل في العسل بتاعه اللي في القلب الخليه. اوكي. هو النحل بياكل العسل؟ النحل بياكل العسل. مش واحنا حراميه. مش بينتج العسل؟ ما هو بينتجه عشان هو ياكله. واحنا حراميه عشان ياكله واحنا بناخده منه. واحنا حراميه. اوكي يلا نسرق. اول مره اعرف المعلومه دي يا جماعه. يلا هو خليك تبقى حرامي اهو. طب هو دلوقتي لما يعمل كده انت هتطلع العسل ازاي وهو بياكل؟ ما هو بنعمل كده. ايوه الله. ننفض البرواز كده. الله اكبر. ويطلع. الشمع ده ها؟ ده الشمع كله عسل. ما شاء الله كله عسل. بيخش بعد كده في مرحله التفريز، هنشوفها دلوقتي برضو مع بعض. بس احنا هنا هنعمل التفريز اليدوي. تمام. التفريز اليدوي هنعمله بالسكينه وهنعمله في الصينيه والمصفى. يلا يا باشا انا معاك. يلا يا باشا تعالى بقى افرجك بقى على بقيه الخليه. ده بقى شكله حلو. ده بص ده شكله حلو ده. هو انا ممكن امسك البتاع ده؟ ده كمان نحل دلوقتي واحنا داخلين نسرق يعني. واحنا حراميه. بنسرق منه بص انا قريب من النحل ومش هاممني ازاي؟ يلا يا باشا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي بقى نتفرج برضو على بقيه الخليه. ده جزء اسمه جزء الحضنه. الحضنه. تمام. ده اللي بيبقى جواه البيضه بتاعت النحله. ده ما بيطلعش شمع ده. لا ده ما بيطلعش عسل. بس ده عسل برضه. الله اكبر ما شاء الله. بس ده ما بيتاكلش اقصد يعني. لا الحضنه دي ما بتتاكلش. غذاء الملكات هو اللي بيتاكل. غذاء الملكات بيبقى موجود في الجزء دوت بس ما بيطلعش في الوقت ده. لازم نبقى حابسين الملكه عشان يبتدوا يطلعوا غذاء ملكات. بيطلع في جزء شبه ده كده. اوكي زي فسفوسه في قلب البتاع. ايوه تمام. طيب دي بقى بتقعد تبروديوس تطلع عسل قد ايه وقت؟ كل 6 شهور بتطلع انتاج. كل 6 شهور بتطلع انتاج مش يومي يعني؟ لا مش يومي. لا دي الحضنه. لا ده لسه ده بينشئوا فيه عسل لسه تحت الانشاء. دايما اول بروازين من على اليمين او من على الشمال دول بيبقوا فيهم العسل. ده برضو تحت الانشاء لسه. تمام. هو ليه دي فاتحه كده يعني؟ ما ده بقى ده مختوم. مختوم يعني خلصان. خلصان. مليان عسل ما شاء الله. لونه بيفتح. ده حضنه اكبر. بص مقفله. دي عباره عن ايه بقى؟ ده حضنه. ده البيت بتاع النحل اللي هو اللي جوه الغابه. الصغير ده. امال دولت ليه واقفين كده على جنب؟ ما دول عشان المدخن اللي انا شغلته. هو احنا دلوقتي لو ايه فتحنا وطلعنا من غير ما ندخل لها ايه اللي هيحصل؟ النحله هيهيجي علينا. لا والله. مش هتعرف تقف معايا زي ما انت واقف كده. حتى انت لو تلاحظ انت ما اول ما دخلت كان النحل عمال بيلف حواليك كتير. لما ابتديت ادخن واشغل الدخان في المكان النحل فعلا قل. النحل قل كتير. ده برده بيتعمل بيتعبى عسل.
هو النحل هو اللي سبحان الله هو اللي بيبني، هو اللي بيبني اه. في ناس بتحط اسمه شمع اساس، بس انا شمع الاساس ما بستخدموش غير مع براويز الحضنة، لكن براويز الشمع بحط له البرواز بس كده عشان يبتدي هو يبني، عشان اطلع شمع طبيعي 100%. اوكي. يعني دوت برضه هو اللي بنيه. طب الملكة فين بقى في الموضوع ده؟ الملكة لازم نقعد ندور عليها شوية، مش هنقدر اللي احنا نشوفها بسهولة. واحدة بس في كل المنحل ده؟ اه. ولا فوز ولا جوه كل واحدة واحدة؟ لا لا، هي كل واحدة واحدة. هحاول ان انا اطلعها لك. يعني الملكة واحدة بس جوه كل صندوق زي ده؟ ايوه. ولا جوه كل برواز؟ لا، كل صندوق. كل صندوق فيه ملكة واحدة. بس. طب سؤال بقى، هو فعلا الملكة دي بقى لما تتجوز بتاكل الذكر؟ بتموت الذكر، بتموته. الرجالة غلابة مظلومين طول عمرهم والله. انا بحاول دلوقتي ادور لك عن الملكة، يعني مش مهم لو لقيناها كده في طريقنا يعني. ما انا بحاول انا ادور لك عليها. هي بتبقى شكلها ايه يعني؟ اكبر؟ شكلها بيبقى اكبر شوية من ال، بس نفس الالوان ونفس الالوان. اهي شفت؟ أيوة. صح كده؟ شفت؟ أيوة. انا اللي جبتها. هو اللي جابها اهو. اهي يا جدعان، هو طلع نحال من ورانا يا جدعان. شفتها؟ هي اللي ماشيه في النص دي. انا اعلم لكم عليها. هي دي. هي هي هي. بصوا بينها حتى لو مختلفه يا عمال ابص تلف بتدور على واحد تموته. حبيبي يا كبير. حبيبي يا معلم. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي نفرز عسل من الشمع اللي احنا مطلعينه. نفرز عسل يعني نطلعه بقى. نطلعه بقى عشان ناكله، نبتدي اللي احنا ناكله بقى ونجيب فطير وناكل مع بعض. هناكل فطير ولا مش هناكل يا جدعان؟ فطير يا باشا. بس اهم حاجه بقى في جبنه لازم نحدق ونحل. لازم تاخد واحده حلاوه. يلا بينا. دلوقتي بقى هناكل العسل اللي احنا طلعناه من قلب الخلايا. من قلب الخلايا. من قلب ايه؟ الخلايا. مين اللي طلعه؟ انت اللي طلعته يا باشا. لا انا قاعد، انا ماسك الميكروفون يا فندم، انا خايف اقسم بالله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة كمية تلزيق رهيبة رهيبة. ايه رأيك؟ أول مرة تدوق الطعم ده. وبعدين الشمع مش لبان. مش لبان، هياخد ويدي معاك. بس أنت إيه رأيك؟ أنا كشامي اتبسطت. موضوع مختلف. هو في غيبوبة دلوقتي ليه؟ طعمه مختلف. حلوة قوي. اي حد عايز يجربها بقى انا هنزل خصم عشانها كده. اي حد هيشوف الفيديو ممكن يجي يعمل كده؟ يجي يعمل كده وياخد خصم عشانها كده. يعني انت اصلا المكان هنا ممكن الناس تيجي تعمل كده؟ ممكن الناس تيجي تعمل كده. بجد والله؟ والله. طب ده بقى بيوصل للبرطمان ازاي؟ بقى دوت بقى بنخش في حاجة اسمها فراز. تمام؟ بتطرد الهواء. كهرباء يعني، حاجه كهربائيه يدوي او كهرباء، في منه كهرباء وفي منه يدوي. حلو. الاثنين موجودين. حل. تمام. بيبتدي يطرد يطرد يطرد، بينزل في قلب البرميل، بينزل من الحنفيه، بيتعبى في البطرونات، بيوصل لك. ده اخر مرحله في التغليف. حلو. وبعد كده الشمع ده بقى بتاخده تحطه الشمع دوت لا الشمع دوت يا اما بيتباع زي ما هو يا اما بيرجع للنحل تاني ناكله عشان في الفتره بتاعت الشتاء عشان احنا ما بنغذيش السكر. والله العظيم يا باشمهندس مش عارف اقول لك ايه، احنا متشكرين جدا والله على المعلومات القيمه دي، ومتشكرين على طعم العسل اللي انا دقته ده. حاجه هو عجبني بصراحه. فلو حته ثانيه مش هقول لك، بس كده السكر هيرفع عنه. لا لا ولا اي سكر، مفيش الموضوع. انت بتاكل حاسس بسكريات او حاسس باي حاجه مسكره؟ لا خالص. العسل ما يضرش في السكر ولا يرفع، خصوصا بقى لما يكون عسل بيور كده زي ما انتم شايفين. زي ما احنا مطلعين. بصوا يا جدعان، كريستالات، حاجه 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 تحفه تحفه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لو عملنا كده بص، انا بفكر انزل اجري في الشارع. العسل ينزل. بص كلها عسل. الختم دوت بيبقى ختم النحل. النحل بيبقى مختم على الخلايا. بص اتفرج على انت بتعمل ايه. هوقف لك نحل على ايدك. ما بلاش السحر والشعوذه ده يا باشمهندس ابراهيم، احنا مش عايزين خساير. لا ما تخافش، مفيش اي خساير. دي 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 ايه رايك؟
رأيي ايه يا جدع؟ انا مبسوط جدًا. شكرا يا باشمهندس ابراهيم. باشمهندس نورتنا واحنا متشرفين بيك. الله يكرمك. الله يكرمك يا كبير. الله يخليك. ويا رب تكون تجربه حلوه وعجبتك ومختلفه. وبنشكرك جدا والله على الاستضافه الجميله دي. بس انت ايه رايك في طعم العسل ده؟ تحفه تحفه. احنا عايزين بقى ناخد البتاع ده واحنا ماشيين الراك ده كده زي ما بقى مقضيها بالعربيه. شكرا يا باشمهندس ابراهيم. ربنا يكرمك وتشكرني على الاستضافه الجميله دي. ربنا يخليك. سلام عليكم. على السلامه. على السلامه.